بسم الله الرحمن الرحيم، معك محمد قبلان مقتقن بلا حدود. اليوم معنا ضربة بسيطة وعملية فتح صندوق لهاتف انجو 1 3G HD. طبعا مين من عادتنا نسوي عملية فتح صندوق مؤخرا، خصوصا المحتويات عاد تكون سماعات والهاتف بالإضافة للأدابتر. لكن الشيء اللي هنا في حاجة مختلفة أو حاجة مميزة، قلنا أوكي خلينا نشوف محتوى الصندوق. زي ما تشوفين هنا الصندوق، يعني تلاحظون في شبه كبير بصندوق الوان بلس ون. خلونا نفتحه عشان ما نسوي مرة يعني نسجع على الصندوق خاص بالهاتف. زي ما تشوفين هنا هاي ليتس انجو، انجو توقع بالصينية يعني انجوي، يعني هاي فلنفلة. هذا هو الهاتف. طبعا سبق انه فتحنا الهاتف عشان نجربه وكذا. هذا زي ما تشوفين الهاتف، نخليه على جنب. تشوفين هنا السماعات، ادري اذا كانت كنت مهتم تشوف السماعات الخاص بالهاتف، لكن يعني اوكي ليست سيئة. هنا الادابتر او السلك او القابس حق الكهرباء اللي تشبكه عشان تشحن، مع السلك ايضا نفس الكرتون. هذا هو زي ما تشوفين، اوكي ثلاثي اتوقع تشيله، لا ما اظن. هذا زي ما تشوفين، اعتقد انك اذا كان عندك شاحن ثنائي او كهربكم ثنائي فقط. هذا هو سلك اليو اس بي زي ما تشوفين، خليه على جنب برضه او نحطه في الصندوق. اوكي عندنا هنا حاجة مثيرة للاهتمام، اوكي ما هي مثيرة مرة لكن صراحة عجبتني جدا، اللي هي الجراب. عندنا زي ما تشوفين هنا دبوس عشان منزل الاستيكار بالاضافة الى منفذ السم او المايكرو سم. هنا تشوفين المانيوال الدفاتر اذا كان في احد مهتم جدا بالدفاتر، وهنا اللي يقول لكم مثير للاهتمام اللي هو الجراب. طبعا اوكي ما ادري يحسوا يعني وش بطال انه يكون عندك جراب بنفس الصندوق، بس نخليهم كلهم على جنب ونرجع للهاتف. هذا هو الهاتف زي ما تشوفين، الهاتف تصميم جدا جميل لكنه مقتبس كثير من الايفون 4 والايفون 4S، خصوصا لو تلاحظون من الجهة الخلفية مصنوعة بالكامل من الزجاج، وهذا يذكرنا بتصميم الايفون 4 والايفون 4S. كذلك الاطار مصنوع من الالومنيوم مشطوب من الحواف، وهذا كذلك يذكرنا بالهاتف الايفون 4 والايفون 4S. تصميم الهاتف ليس سيء ابدا، بل هو جدا جميل. كذلك سمك الهاتف هو 6.9 ملم، وهذا شيء جدا مقبول، يعني مو بالسميك مره ولا هو بالنحيف مره، شيء بالنص، وهذا شيء جدا ممتاز. بالحديث عن الوزن فهو 123 جرام، ايضا يعتبر هاتف خفيف بالنسبه لحجم شاشه 5 انش. طبعا بالحديث عن المواصفات، مواصفات الهاتف جت بشكل متوسط الى قوي، يعني حجم الشاشه هنا 5 انش، دقه 720x1280. الوان الشاشه ودقتها تعتبر جيده، لكن الوان الشاشه وزوايا الرؤيه كنت اتمنى انها تكون افضل من كذا، خصوصا انها ما تستخدم تقنيات الاي بي اس او شاشه الاموليد، وهذا نوعا ما يعني ما خلى الوان الشاشه بالشكل المطلوب او بالشكل اللي كنا نتوقعه. بالحديث عن المعالج فهو من ميديا تك 8 الأنوية، الثمانية أنوية هنا حقيقية، يعني ما هي بأربعة أربعة تشتغل بشكل متناوب، لا تشتغل كلها في وقت واحد. أيضا تعمل بتقنية الـ 64 بت وكذلك بـ 28 نانومتر، وهذا يعطينا جودة جدا ممتازة من ناحية فتح التطبيقات وإلى آخره. طبعا بالحديث عن الرام فهو 2 جيجا بايت، وسعة التخزين الداخلية 16 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية حتى 32 جيجا بايت. طبعا بالحديث عن الكاميرا، الكاميرا الخلفية هنا بدقة 13 ميجا بكسل بتصوير فيديو 1080p بسرعة 30 إطار بالثانية مع فلاش LED زي ما تشوفين. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل تعتبر ممتازة جدا لتصوير السيلفي. طبعا بالحديث عن البطارية، بطارية الهاتف هنا 2600 ملي أمبير مع تقنيات توفير البطارية من نفس النظام اللي هي موفرة من شركة انجو. طبعا النظام هنا هو الكتكات بتعديل كامل من واجهة الانجو الخاصة بالشركة اللي اسمها NOS. طبعا النظام هنا في اشياء كثيرة من الكتكات، لكن مع ذلك عدلوا في اشياء كثيرة كذلك، يعني لسه تشوفون شاشة التنبيهات نفسها موجودة في الكتكات، ما غيروا فيها اي شيء، لكن التغيير كان في الواجهة الرئيسية. يعني تلاحظون اشكال الايقونات مختلفة تماما، كذلك
طريقة عرض التطبيقات جات مختلفة، يعني ما في صفحة مخصصة للتطبيقات وصفحة رئيسية، لا، عندك صفحة رئيسية مدموجة مع صفحة التطبيقات، وهذا الشيء شفناه كثير في ميوي مثلا والأجهزة الآي أو إس على الآيفون، شفناه كذلك في كذا هاتف صيني. إذا كنت تحب هذا الشيء فهذا شيء كويس، لكن شخصيا يعني متعود مع نظام الأندرويد إنه يكون في صفحة مخصصة للتطبيقات وصفحة مخصصة للواجهة الرئيسية، وهذا اللي اعتبناه وهذا اللي أفضل شخصيا. يعني هو في النهاية آراء شخصية، وإذا ما عاجبك يعني بإمكانك إنك تستخدم أي لانشر موجود في المتجر. طبعا بالحديث عن سعر الهاتف هو جدا رخيص جدا ممتاز، يعني 499 ريال سعودي أو درهم إماراتي بهذه المواصفات يعتبر صفقة جدا ممتازة. يعني تصميم الهاتف ليس سيء، جودة الهاتف أيضا تعتبر ممتازة، مواصفات جدا ممتازة مع هذا السعر يعتبر صفقة ممتازة جدا. طبعا الهاتف متوفر في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، زي ما ذكرت لكم سعره 499 ريال سعودي ودرهم إماراتي. كذا نكون انتهينا، كان معكم حمد قبلان موقع التقريب إلى حدود. في حال كنت بتشوف المراجعة أو النظر الموجود في الموقع حتلاقيها تحت في حال كانت منشورة في الموقع، يعني بتاريخ نشر هذا الفيديو. كذا نكون انتهينا، كان معكم حمد قبلان موقع التقريب إلى حدود، أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلام.